ديما يعني ما معقول الناس اقول لك عم رحبوا بديما ولا بفلك هلا؟ ما بعرف يمكن بوت، بس الحمد لله شكرا كثير. بقول الحمد لله على كل هالمحبه والتقدير للعمل وللنجاح. طبعا اول شيء بدي اقول لك نورتي الرياض، يعني منوره بوجودكم كلياتكم جماعه شباب ستيلتو وصبايا ستيلتو، عن جد عملتوا حاله بالوطن العربي. شو احساسك انت؟ اول شيء بدي اقول انه الرياض منوره باهلها. This is my first time here، وكتير سعيدة بهذا الحضور، وبشكر الـ MBC وبشكر السعودية على هاي الدعوة اللطيفة. إحساسي حلو، ما في أحلى من النجاح. يعني اللي هو الإنسان بيتعب بالأخير، أوكي بيستمتع، and then أوكي في الأجر المادي طبعاً، which is هاد ولا شيء بصراحة قدام تقدير الجمهور. هاي المكافأة الحقيقية. تعرفي انك انت المسلسل نمبر 1 بمصر كمان؟ الحمد لله. تعرفي انه انت ما بتقدري تمشي بمصر؟ اوه. تعرفي انه بكل كومباوند صار في مدام فلك؟ لا. صار في ولا من الاول صار كلياتهم؟ هلا هي اسمها فلك. هي اسمها فلك. عملتي حالة حلوة. الحمد لله. What the next ديما؟ Next is the next because هذا محطة من مرحلة ومحطة، يعني عمل عمل جهد فيه. والحمد لله يس اي كان ادميت فلك بيكمز يعني شي بيكم ان ايكون طبعا. بس ان شاء الله اكيد في شيء ثاني وفي شيء جديد. لا ما فيني ما اسلم على الجميله نانسي. ابغينا ما علينا نقطش الانترفيو. سلم عليها على 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 نانسي. سلم على نانسي بليز. سلم على نانسي. اي لاف نانسي. اي لاف نانسي. هلو. فوتو اثنين عندكم. أنا بدي أعمل انترفيو مع نانسي. إيه يلا هاي بيبي. هلو حبيبتي. نحن هوا. إيه قد إيه بتحبيها؟ ليه ليه؟ قد إيه نحن بنحبها؟ قد إيه كلنا بنحبها؟ ثانك يو نانسي. أنتوا بتعرفوا بعض قبل؟ نو ذيس إز ذا فيرست تايم. بس تعطيها المايك. أنا بعرفها وبحبها من التلفزيون. أوكي. ومن اسمها أكيد. أوكي. بس بعد ما التقينا إن بيرسون هيدي أول مرة بشوفها، وعلى فكرة أحلى من التي في بعد كمان على الطبيعة. ثانك يو نانسي، عيونك الحلوة. ثانك يو سو ماتش. نحن بنعرفك من زمان وبنحبك كثير، وهي أول مرة بنلتقى بيرسونلي، وشفتها مثل ما أنا بشوفها. سو بيوتيفول أند سو كيوت. صح. كيوت. نانسي حضرتي ستيلتو؟ حضرتي ستيلتو مسلسلون؟ صراحة بلشت فيه إلي شي 10 أيام. قديش بس تقربي المايك؟ تقربي المايك. سوري. إيه بلشتي فيه؟ بلشت فيه إلي 10 أيام. صرت حاضرة منه 5-6 حلقات. ومين عايش بك؟ ومثل ما الكل بيقولوا إنه دغري بتعلق فيه للبرنامج. إيه؟ فهلا صار عندي حماس اعرف شو بده يصير بعدين. هلا بتخبرني اخر حلقه شو بده يصير. انا بدي خبره اكيد لنانسي. قولي لها مين بيموت. بدي خبره اكيد لنانسي. بينك وبينها نورتونا اثنيناتكم. اهلا وسهلا. ميرسي. رح اتركهم مع نانسي. اوكي نترك. أنا. مزبوط. انا رح اروح واترككم مع نانسي. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. نانسي انا اشتقت لك كثير. انا كمان. صرنا زمان ما عملنا لقاء. اهلا وسهلا. اليوم مرشحة عن جائزة الفنانة المفضلة والأغنية المفضلة. قد ايه حلو وعندك برفورمانس كمان. 3-1. وحقيقة عن جد معلش مشان نكون هيك فير، عملتي نجاحات خلال هاي السنة عن جد رائعة. وثانك يو على كل شيء قدمتي. شكرا. نحن وجودنا هون هو كمان أول شيء أنا بيشرفني إني أكون متواجدة هون، وهيدا تقدير يمكن لكل شيء عم نقدمه لكل الأعمال. وجودنا هون بحد ذاته أنا بعتبره نجاح بحد ذاته. مجموعين كلنا الليلة بحدث كتير مهم، بحدث كتير ضخم على مسرح كبير وحلو. بصراحة يعني هيك بدنا نقول ليل إنه هيئة الترفيه عم بيصعبوها كتير على حالهم، لأنه كل سنة أجمل من سنة وأقوى. صح. من سنة. صح. بس أكيد نحن بنعرف إنه هن قدها. اليوم عملوا استفتاء MBC. اوكي MBC مين اللي بده يطلع الفنان المفضل؟ عم طلعتي انت. ايه هي على MBC. ففال خير ان شاء الله هلا تاخذي الجائزه، يا عن الاغنيه يا عن الفنانه المفضله ان شاء الله. وبدي اسالك بس من وين فستانك؟ اللي صعب. اللي صعب. اللي صعب. نورتينا وبدي اتمنى لك سهره كثير حلوه. كلك زوق. ثانك يو سو ماتش. باي باي.